جاء عن علي رضي الله عنه أو غيره قال أفواهكم سكك للقرآن، فطهروا أفواهكم أو طيبوا أفواهكم بالسواك. أفواهكم سكك للقرآن، أنت عندما تأتي وتصلي وتقرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، هذا أفضل الكلام وأجله، وهذه أعظم سور القرآن. فكيف طابت نفسك، كيف طابت نفسك أن تقرأ هذا الكلام العظيم بفم ملوث بالدخان؟ لو نعرف قيمة القرآن وقيمة سورة الفاتحة ما نقرأ بهذه الصفة، لكن من ضعف قيمة الفاتحة عندنا وضعف قيمة القرآن يأتي وفمه يفوح دخانا رائحة النتنة ويقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ومع صوت القرآن تخرج رائحة الدخان والعياذ بالله، مع صوت القرآن تخرج رائحة الدخان. يجب أن يتقي الله، ولهذا الواجب على المدخن أن يترك الدخان أصلا، لكن إن عجز وضعفت نفسه فأقل الأحوال أن يحترم الصلاة ويحترم القرآن ويحترم المساجد ويحترم المصلين، ولا يأتي فيؤذي نفسه ويؤذي المصلين ويؤذي الملائكة برائحة الدخان وبما فيه من الأذى. ونسأل الله عز وجل أن يصلحنا أجمعين وأن يهدينا جميعا سواء السبيل. نعم.